كل التوفيق والدعم والتحية للدكتور أشرف صبحي الذي أدعوه الآن ليتفضل بإلقاء كلمته في هذه المناسبة. السلام عليكم. طبعا أنا بسعدني وشرفني أن أنا أكون موجود النهاردة وفي الحقيقة في افتتاح مكان كبير اللي دايما بنشوف فيه افتتاحات وكل منشأ رياضي موجود أكيد بيكون إضافة لمصر، لأن ده معناه أن في ناشئين وفي منتخبات وفي لاعبين كتير وكبار بيكونوا موجودين. أنا بهني مجلس إدارة النادي الأهلي، بهني حضرتك كابتن الخطيب ومجلس الإدارة المحترم على هذا الإنجاز، ونتمنى دائم التوفيق. الحقيقة نتمنى دائم التوفيق، ويمكن يعني أنا عندي شوية تحيز شوية علشان كاراتيه وصالة كاراتيه وأنا بتاع كاراتيه يعني، ففي محبة خاصة، لكن ببارك ليكو وألف مبروك. إن شاء الله دايما كل منشأ جديد إضافة جديدة لمصر، وكل لاعب موجود في قطاع ناشئين أو كبار أكيد هو مساهم أنه هو يرفع علم بلده. إن شاء الله نتمنى أن احنا نشوفكم كلكم في المنتخبات المصرية. دائم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.